هذا واختتم المؤتمر المصاحب لمعرض سيتيسكيب البحرين 2023 الذي أقيم تحت شعار الاستدامة والتحول الرقمي أعماله في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور واسع. المشاركون ناقشوا على مدى يومين مستقبل توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع العقاري في ظل تسارع التطور التكنولوجي وعرض أحدث ممارسات التحول الرقمي وسبل تمكين الاستدامة في المجال العقاري وغيرها من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد نخبة من رواد القطاع العقاري وخبراء الاستدامة على النطاق المحلي والعالمي خلال المؤتمر، أكدوا أهمية تبني هذه الأفكار والمبادرات التي تسعى بشكل مستمر إلى تطبيق السياسات والحلول الجديدة التي من شأنها تطوير القطاع العقاري وتعزيز مرونته وتسهيل عملية الاستثمار فيه. جلسات المؤتمر شكلت البند الأول والتركيز الأول عليه على موضوع الاستدامة في القطاع العقاري والممارسات التي تطور في هذا القطاع، خاصة بالنسبة إلى التقنيات الحديثة مثل المباني الخضراء و الاستهلاك الطاقة وأيضا التقنيات الحديثة في التسويق للقطاع العقاري. نحن اليوم هيدي المشاركة بالنسبة لنا نحن ننتظرها، لأنه بالدرجة الأولى بنقدر نشوف كل المشاريع اللي قادمة، ونحن بنعرف أنه هذا العقار بالذات بيعطي تقريبا 6% من الدخل القومي، هو سيكتور كتير مهم. بس من ناحية أخرى موضوع طرح الحلول وخاصة دخول التكنولوجيا لعدة الحلول الموجودة بما يتعلق هذا السيكتور كتير بالنسبة لنا شيء مهم.